معلقا لمباراة البارسا وأيبار في الكامب نو. اختاروا المباراة والمعلق ونلتقي بين الصوتين. شكرا للكباتن يوسف ومحمد وأيضا طارق. شكرا لكم جميعا. ساعة الحسم. شكرا للزميل الأخضر بالريش. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعين، لقب رقم 8 33 في تاريخه، نقطة واحدة تكفي، تعادل يكفي والفوز لا طبعا لا بأس به. نادي مالاغا طرف هذه المباراة، صاحب المركز 11 46 نقطة، لم يخسر في آخر 5 لقاءات، آخر 4 لقاءات في ملعبه شهدت 4 انتصارات على البارسا وفالنسيا وإشبيليا وسيلتا فيغو، وكان سجل خوانبي في الدقيقة 63. انطلقت المباراة وفي نفس التوقيت انطلقت أيضا مباراة فريق نادي برشلونة أمام فريق نادي إيبار. هذه أمامنا استلام، كل بيحلم بلقب الليغا الغائب منذ عام 2012. 32 لقب حققهم النادي الملكي ريال مدريد، آخرهم كان لقبه في عام 2012 لما توج بلقب الدوري في 2012. تمريرة، هذه انطلاقة رونالدو، أول هدف اللقاء رونالدو. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، صانع المتعة والباحث عن الألقاب، هذه صانع المتعة كريستيانو رونالدو في الدقيقة الثانية. في الدقيقة الثانية كريستيانو رونالدو التمريرة، التمريرة والهدف رقم 25. كرة حلوة حلوة حلوة، الهداف التاريخي للدوريات الخمس الكبرى 368 هدف، تفوق على كل من جريفز الإنجليزي وتفوق أيضا على مولر. شوف أمامنا الكرة، ودي أمامنا إبعاد الكرة الخاطئ هنا، لكن يا سلام يا إسكو، هذه المايسترو إسكو يلعبها حلوة قوي، لمسة إبداع من إسكو واللمسة النهائية والختم النهائي على الهدف الأول هنا في مرمى مالاغا. يسجل كريستيانو رونالدو بالتخصص هدفه رقم 16 في مرمى فريق نادي مالاغا. ادي كريستيانو رونالدو لمسه، شوف الاستلام والمهاره، وادي الحارس الكاميروني كاميني، لكن الكمين اللي اتعمل لكريستيانو رونالدو كان كمين لم يكن ناجح. لويس هرنانديز اخطا في التمرير وإسكو صنع الهدف، وسرعة كريستيانو رونالدو سي ار 7 ينطلق بأحلام وطموحات جماهير الملكي نحو لقب الليغا رقم 33 والغائب منذ عام 2012. ويهدي في مباراة يعني الحديث فيها عن شبهات، الحديث فيها عن مهاترات، عن نزاهة، لكن دانيلو اللي بيعيد اكتشاف نفسه مع زيدانو. دانيلو، دانيلو عملنا هنا انطلاقة، انطلاقة من البرازيلي دانيلو في اللقطة الماضية. هذه الحوارات موجود طبعا فلورنتينو بيريز، الشيخ عبد الله بن ناصر الثاني، وادي امامنا تمريره اسكو السحريه، خطا فادح من اللاعب لويس هرنانديز القادم من نادي ليستر سيتي ولاعب سبورتنج كيخون. 5 لاعبين بالمناسبه من لاعبي نادي ريال مدريد في صفوف فريق نادي مالاغا، منهم لويس هرنانديز اللي انتقل من ريال مدريد بي الى صفوف كيخون ثم ليستر سيتي، ولكن لم ينجح مع ليستر وسقط في خطا فادح في هدف اللقاء. هذه زين الدين زيدان، وغياب ايضا اللاعب ماريانو واللاعب انزو اللي كانوا موجودين في المعسكر، وايضا الحارس روبن يانس. 25 لاعب اتوا من مدريد الى مالاغا، وهذه التسديده وامال وطموحات كبيره على هذا اللاعب. ادي ساندرو راميرس اللي سجل 14 هدف هذا الموسم، يعني باحصائيه بسيطه سجل اكثر من اللاعب نيمار اللي جاب 13 هدف. شوف امامنا كوره، ادي انطلاقه اول كوره لساندرو راميرس ناشئ لاس بالماس وابن البارسا بعد كده، واللي استلام على طول من جانب كروس، انطلاقه من كريستيانو رونالدو، رونالدو، رونالدو في الجنب الشمال، هدوء وثقه لدى لاعبي الريال. هدف الافتتاحي بعد دقيقتين، مفعول السحر كريم بنزيما، الاهداف تتوالى والفرص تضيع، وكره بنزيما تطلع الى خارج الملعب. كرة بنزيما في الدقيقه 14، فرصه كبيره مع ركنيه لصالح النادي الملكي. كريستيانو رونالدو، هذه انطلاقات كريستيانو رونالدو. ريال مدريد يعتمد على مارسيلو، لما فكر كابيلو في 2007 يكون مين البديل في ملعبه مع فيا ريال وايبار ولاس بالماس واتلتيكو، تعادل خارج ملعبه مع لاس بالماس وبرشلونه، وادي كره خطيره ويتعلق فيها الحقيقه نافاس بابداع كبير في اللقطه الماضيه، كره من جوني، لكن نافاس يشيل كره هدف محقق، روعه روعه.
ادي امامنا الاعاده. بص الذكاء والمهاره، كره كانت من جانب اللاعب ساندرو هو اللي سدد الكره الماضيه. ادي كره من جانب اللاعب اللي سدد، اللاعب ساندرو. شوف امامنا ساندرو 14 هدف في الليجا ومسجل هدفين في اطار الكاس لما خرجوا امام كورتوبا. وادي امامنا هنا كره خادعه من ساندرو ولكن معها نفس بشكل رائع، صعبه جدا 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 الكره دي لانها خادعه. كل توقع العرضيه ساندرو راميرس اللي بيحاول يسجل هزم في ملعبه امام الافيس وخسر خارج ملعبه من سيلتا فيجو وديبورتيفو لا كورونيا وخسر ايضا امام مالاجا في هذا الملعب. ادي انطلاقه ومحاوله هنا من جانب رونالدو، وادي التمريره مودريتش، هل يكرر السيناريو؟ وادي التغطيه الدفاعيه المره دي من لويس هرنانديز لكن تعود مره ثانيه الى توني كروس ولكن بعيده بعيده فرصه رونالدو وتسديد امامنا توني كروس بتعيد مره ثانيه ريال مدريد في الدقيقه 27 في طبعا هذه اللحظات على فريق البارسا. لكن في حاله التساوي في عدد النقاط هتبقى مشكله. ادي امامنا هدف ثاني، هدف ثاني رونالدو. كاميني ادي الحارس كارلوس ادريس كاميني، روعه روعه روعه، هدف ضائع من جانب رونالدو امام كاميني اللي بدا بقى يظهر في هذه اللحظات. كاميني صاحب الخبرات وتسديده من كروس لكن في ايد كاميني، هدف ضائع من جانب رونالدو في الدقيقه 34. شوف زيدان كان يتمناه في الشباك ثم التسديده القويه. ادي امامنا شوف اسكو، شوف تمريرات اسكو روعه روعه اسكو الى كريم بنزيما اللي توغل. وادي كريم بنزيما عمل عرضيه في اتجاه اسكو، رونالدو لم يسدد ولكن انقذ الحقيقه كاميني الموسم الثاني مع فريق نادي مالاجا. انطلاقه من جانب توني كروس، توني كروس يلعبها لكريستيانو رونالدو، لقب امم اوروبا مع البرتغال 2016 ايضا عنده قرارات في هذا الصيف في روسيا ان شاء الله بعد ايام. وادي توني كروس ولكن كاميني وبنزيما. ولد يا كاميني يا ولد يا كاميني يا ولد يا كاميني كاميني، كره توني كروس امامنا ومتابعه من كريم بنزيما وتسديده قويه وريال مدريد الطريق سهل الى مرمى ملقا، الطريق سهل الى مرمى ملقا. ادي التسديده من توني كروس على مرتين كاميني ثم المره الثانيه ثم المره الثالثه على ثلاث مرات. لاعب يملك اداء مهاري واداء مميز لاعب البارسا ساندرو في المرمى ولكن يطلع ساندرو راميرس ناويها النهارده، ناوي يسجل، تمنى ان يكون البارسا هو البطل وتمنى انه يسجل في امتنان وعرفان ووفاء للبارسا زي ما تحدث ميتشل. وانا اتمنى فوز الريال بلقب الدوري. وادي هدف التعادل يضيع هنا، هدف التعادل، كره من جانب ساندرو ولكن فران وضربه راسيه بتغير مسارها، الكره خطره جدا اللقطه الماضيه. ادي امامنا ساندرو، بص ساندرو عامل الكره، وادي امامنا لمسه من جانب اللاعب كيكو في فرصه كبيره جدا ضاعت. ساندرو المحرك من جانب فريق نادي مالاجا. ادي ضغط ومحاولات من جانب مالاجا للوصول الى تحقيق التعادل، لمسه على طول من جانب اللاعب ريكا كرات العرضيه، البحث عن اللاعب اللي بيضعها راسيه حلوه من جانب اللاعب كيكو لكن الى خارج الملعب. كيكو جونتان فرصه كبيره للتعديل بتضيع في الدقيقه امامنا هو 40. ادي كره ملعوبه من الجنب الشمال عن طريق اللاعب جوني، ادي جوني لاعب السابق في سبورتنج كيخون اللي عمل عرضيه نموذجيه بتعدي من راموس ولكن كيكو راسيته تمر الى خارج الملعب. كيكو جونتان كان ممكن يسجل هدفه الاول عن طريق تمريره اسكو الرائعه في الدقيقه الثانيه، ومعها في هذه اللحظات يعلن دبورجس بنوغوتشيا نهايه الشوط الاول من اللقاء هنا في ملعب لوروساليدا. ريال مدريد بطل الليجا حتى الان، بطل الدوري 2016 2017. هدف رونالدو في الدقيقه الثانيه، محاولات مالاجا للتعادل لكن دون جدوى. انقل الكلمه للزميل لقب نادي مالاجا على يمين الشاشه في حراسه المرمى كاميني، في الدفاع ميغيل توريس وميكيل فيلانوفا. ركلة ركنية هي الرابعة في اللقاء لصالح ريال مدريد عن طريق توني كروس، رأسية المرة دي راموس ضيعها وبنزيما سجلها والريال مدريد يتمسك بالفوز والانتصار. وكريم بنزيما يعمل الفولو يعمل المتابعة ويسجل في الدقيقة 55 هدف التقدم الثاني 2-0، هدفه رقم 11 هذا الموسم. شوف امامنا الجماهير وحكم اللقاء، ايه القرار؟ حكم اللقاء، ما هو القرار؟ حكم اللقاء، ادي الانذار للحارس كاميني وهدف ياتي هنا من المتابعه
المقطع ترتطم الكرة في اللاعب فاران ويأتي هدف عن طريق اللاعب كريم بنزيما من لمسة واحدة. هدف جميل متابعة في الدقيقة 55. 2-0 ريال مدريد يتفوق ويسجل الهدف الثاني، هدف للبونن في هذه اللحظات. وريال مدريد هو بالفعل بطل الدوري الإسباني، بطل الليجا، ما لم يكن هناك مفاجآت. ودي كرة من ساندرو كيكو، وكيكو كيكو ضيع فرصة كبيرة جدا. هنا الأخطاء في هذه اللقطة، ولكن خروج كان من نافاس، خروج موفق جدا. أدي كيكو جونتان أمامنا، كان عنده فرصة تقليص النتيجة. وريال مدريد أكيد طبعا يفكر في أحداث سابقة، في ذكريات سابقة أمام تنريب في 91-92 وأيضا 92-93 لما اللقب انتقل من ريال مدريد إلى البارسا. ودي أمامنا رأسية هذه المرة، لكن على طول كرة من جانب اللاعب إغناسيو كاماتشو، ومعها بالفعل دائما وأبدا نافاس يتصدى لرأسية خطيرة من هذه الكرة الركنية الجميلة اللي اتلعبت. نفس الكلام تبديلين عملهم ميتشل في نادي مالاجا. ادي استلام من جانب توني كروس، يلعب كره حلوه قوي الخامس، خامس امامنا كاسترو، وادي امامنا كريم بنزيما، لكن المره دي رايه وصفاره وتسلل. هدف غير شرعي لكريم بنزيما، معه التصفيق. انت من تستحق التصفيق. زين الدين زيدان هذا الاسلوب الرائع في التعامل مع اللاعبين، اعاد اكتشاف بعض الاسماء، اعاد ريال مدريد. صحيح ريال مدريد حقق لديسما في 2014 مع انشيلوتي في دوري ابطال، كوفاتشيتش وخيمس وموراتا في ريال مدريد. ادي الركنيه على طول يشيل، يا ولد يا راموس شالها باجاده كبيره راموس مره ثانيه، وحاوله من ميكال فيلانويفا، ولكن المره دي على طول تصدي رائع الحقيقه من واحد من نجوم هذه المباراه. كيلور نافاس عامل مباراه كبيره النهارده. ادي امامنا المدافع فيلانويفا، مدافع الفنزويلي اللي سجل في مرمى البيرو دوليه. النتيجه 3-2 لصالح البارسا، مكان ميسي ضيع ركله جزاء. سجل إنوي هدفي أيبار، وسجل كل من نيمار وسواريز، وسجل ميسي 3 أهداف للبارسا. ودي كرة من كاماتشو، الكرة ما زالت بتعاند مالاجا حتى نادي مالاجا المكافح، نادي مالاجا اللي الحقيقة يعني بيهاجم، ولكن ريال مدريد هو اللي بيسجل. مالاجا بيحاول، فرص كتيرة قوي ضايعة في ظل هذه اللحظات. المرينجس الحلوى البيضاء والاحتفالات في هذه اللحظات في سيبلس، في هذا الميدان الشهير في قلب مدريد، ومحاولة وانطلاقة في مكان رائع الحقيقة، قريب من أتوتشا محطة القطار، وقريب من جراند فيا، ومراتا قريب هنا في هذه اللقطة من التسجيل، ولكن كاميني واحدة بالكرات القليلة. شوط الثاني لريال مدريد، وادي أمامنا مودريتش يضيع في هذه اللحظة. الجماهير أولي هنا في هذه اللحظات. فريق ريال مدريد هو بطل الليغا لعام 2016-2017. كان البعض يتحدث بأن ميتشل سيكون فالدانو الجديد، فالدانو اللي تحدث عن عشقه وارتباطه بريال مدريد، واللي كان سبب في ضياع لقب الدوري مرتين، لكن رونالدو وبنزيما هما من صنع الفارق ليتوج ريال مدريد بلقب الليغا في هذا العام، لقبه رقم 33. مارسيلو نجم الكبير المتألق، ادي مارسيلو يسدد، ولكن المره دي مره باليمين ومره بالشمال الى خارج الملعب. الوقت يمضي، ولكن قطار ريال مدريد السريع، قطار الألقاب والبطولات في طريقه للتتويج. ادي كرة مارسيلو، ادي مارسيلو سجل في بيتيس وسجل في فالنسيا، وكان سجل في لقاء سيلتا فيجو في الكاس هذا الموسم. بالفعل هو بطل هذه النسخة، الريال مدريد هو من يستحق ثقافة الألقاب والبطولات في هذه اللحظات. ريال مدريد هو بطل الليغا الإسبانية. فلورنتينو بيريس أمامنا هنا في لحظة وتمعن وابتسام، لأن اللقب أصبح قاب قوسين أو أدنى، ومحاولة من تشوري، ولكن نافاس والقائم ثم العارضة هنا هي اللي تلعب الدور بقى في هذه اللقطة. العارضة بتنقذ هدف ضائع من جانب اللاعب تشوري، فرص عديدة ضائعة، نادي مالاجا ضيع كتير النهارده.
ريال مدريد. الشوط الثاني تراجع كثيرا للخلف وكان هناك إمكانية العودة لنادي مالاجا، أكثر من كرة أكثر من فرصة ضائعة منذ لقاء البارسا في 23 أبريل. مازال فلورنتينو بيريز بيعد المكاسب وبيحسب الأموال والمصاريف اللي وصلت إلى 615 مليون يورو في هذا العام، أكثر الأندية من حيث النفقات فريق نادي ريال مدريد ثم البارسا بعديه. وادي أمامنا هنا جماهير مالاجا، ميسي بيسجل هدفين في مرمى أيبار، تصبح النتيجة 4-2. ولكن هنا بطل واحد هو النادي الملكي، هو ريال مدريد. الكل يعانق لاعبي ريال مدريد، الكل يسعد، الكل يفرح باللقب الليجا لمن يستحقه.